السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت 31 يوليو 2021، 31/7/2021، عناوين صحف اليوم تتحدث عن تونس الاستقلال الثاني، تونس تتخلص من الربيع العربي والتنظيمات الإرهابية. وصحيفة أكتوبر تتحدث عن تونس تتحرر، وتقول أن ثورة 30 يونيو المصرية إلهام لكل العرب لإنذار لإسقاط التنظيمات الدولية. تونس تتحرر. أما مجلة الشباب فتتحدث عن رئيس يصنع المستقبل، وهذه جريدة أخبار السيارات. علاء الدين أو جريدة علاء الدين تحت رعاية حرم الرئيس، حلم المبدع الصغير يتحقق. صحيفة الأهلي أخبار الحوادث، صحيفة تصدر أخبار اليوم، فيديوهات التوك توك وحفلة خاصة وراء مقتل رئيسة التجمع، حب حتى القتل، نص تحقيقات قاتلة زوجها، الخيارات السبع لتأديب أثيوبيا وإجبارها على توقيع اتفاق نهائي. لغز انتشار جرائم ذبح الأزواج في عيد الأضحى. هذه هي صحيفة النبأ الوطني. مصر تدخل قائمة أكبر الاقتصادات العالمية. صحيفة الزمان نكشف مخطط إسرائيل للتوغل في القارة السمراء. نكشف مخطط إسرائيل للتوغل في القارة السمراء اللي هي قارة إفريقيا. تطوير الجهاز الإداري للدولة. صحيفة اليوم السابع بعد موافقة الحكومة تطوير الجهاز الإداري للدولة، الجمهورية الجديدة بروح شبابية، وترقية 800,000 موظف خلال أيام. صوت العرب فيلم وثائقي يكشف قصة أولى الإذاعات العربية، وهي إذاعة صوت العرب وكانت تبث من القاهرة. صحيفة البوابة 87% من التونسيين يؤيدون قيس سعيد، تحقيقات موسعة في حصول النهضة وحزبين آخرين على تمويلات غير قانونية. ما زلنا نتحدث اليوم 31 يوليو 2021. مباراة الكبار مصر والبرازيل، بالطبع انتهت المباراة بفوز البرازيل 1-0 على مصر. بالطبع المنتخب فاز على السويد. أما اليوم 31 يوليو فالبرازيل فازت على مصر 1-0. مفتي الجمهورية دكتور شوقة علام نسعى لتطوير ودعم التحول الرقمي بدور وهيئات الإفتاء في العالم. الإخوان جماعة ابتدعت الفرقة بين أبناء الوطن وابتكرت شعارات تحريضية. الأزهر الشريف مرجعيتنا الدينية ومصلحة مصر فوق كل اعتبار. ما زلنا نتابع صحيفة الوفد. حكومة أبي أحمد الأسيوية ترتكب جريمة جديدة ضد الإنسانية. أثيوبيا تفرض حصارا على تجري وتهدد 5 مليون أثيوبي بالمجاعة. الجيش التونسي يؤمن البنك المركزي ضد إخوان تونس. الغنوش يهدد أوروبا ودول شمال إفريقيا بعشرات آلاف من اللاجئين التوانسي. المنتخب الأولمبي يتحدى نجوم السامبا في ربع النهائي. أفراح في بعثة اليد بعد التأهل وإشادة بأداء هنداوي أمام السويد.
ما زلنا نتابع الأخبار المصرية. المصري اليوم: تشغيل 125 مركز لتلقيح المسافرين ضد كورونا. الأمم المتحدة تحذر من الإتجار بالبشر. الجائحة أسقطت 124 مليونا في الفقر. الفراعنة الصغار يبحثون عن إنجاز جديد أمام البرازيل. كرة اليد المصرية تتألق في طوكيو. الأبطال اكتسحوا السويد وتأهلوا لدور الثمانية أو الثمانية. في خطبة الجمعة وزير الأوقاف: حرمة المال العام جريمة ضد الوطن والشرع. صحيفة الأهرام المصرية اليوم 31 يوليو 2021: فرص واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي بالمشروعات القومية. وعن امتحانات الثانوية العامة: عشرات الطلاب يحصدون الدرجات النهائية في 5 مواد بالثانوية العامة. مصر تقفز 3 مراكز في الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت. وزيرة البيئة المصرية: دعم إفريقي لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجود دعم كبير من الأشقاء الأفارقة لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. العلاج طفلتي في القاهرة: الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة. جريدة أخبار اليوم اليوم 31 يوليو 2021: نتيجة الثانوية العامة قبل منتصف أغسطس 2021: حالة 572 موظفا بالمحليات للنيابة واستبعاد قيادات من المناصب التنفيذية. أحال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي 572 موظفا بالوحدات المحلية إلى النيابة. الملك خوفه يستعد لإبهار العالم من جديد. مراكب الشمس أو مركب الشمس يبحر إلى المتحف المصري الكبير. التفاصيل لأخبار اليوم. ومن جريدة الجمهورية اليوم 31 يوليو: ومن العدد الأسبوعي دموع الندم. جرائم الجنس الناعم. وتتحدث عن موسم قتل الأزواج. البش مهندس قتل باباه وجلس يشرب الشاي. العروسة طلبت الشرطة لزوجها في ليلة الزفاف. أما جريدة الجمهورية: توثيق تاريخي لإنجازات مصر السيسي في 7 سنوات. وأخيرا: الرئيس التونسي يكلف مستشار الأمن القومي بتسيير وزارة الداخلية. شكرا حسن المتابعة. نتحدث من مدينة صندوق ونوثق أخبار اليوم من تحت. أحدث وأكبر الكباري في مصر كوبري صندوق العلوي الذي تم بناؤه على 3 مستويات. شكرا حسن المتابعة.